لن تحيا من جديد. أجدد أترحب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء، لما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن، صباح الخيرات عليكم جميعا. مباشرة من مدينة بني ملال، أجدد الترحاب بكم في هذا البث المباشر الجديد في هذه الجولة الصباحية. طقس بارد جدا، برد قارس صبيحة اليوم الأحد في عطلة نهاية الأسبوع. الملايين باقي ما فاقوش من الناس، شوارع شبه خالية، حركة سير وجولان قليلة. السمقلي والبرد بزاف صبيحة اليوم الأحد، والمحرار يسجل 5 درجات مئوية في 9 صباحا. وانتم شحال وصلت عندكم درجات الحرارة متابعينا مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي؟ كما قلت 5 درجات مئوية اللي كتسجل في 9 صباحا. يرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة العليا ترتفع وتوصل بعد زوال اليوم إلى 22 درجة مئوية كأعلى مقياس. كذلك يرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة تنخفض بالمساء والليل وتوصل إلى 5 درجات مئوية. كذلك سرعة الرياح تتجاوز 13 كيلومتر في الساعة، نسبة الرطوبة كتوصل إلى 44%. صبيحة اليوم الأحد بعد 9 صباحا، برد قارس جدا متابعي قناة الشعب قناة شوف تيفي. مشاهدينا الكرام، برد قارس جدا جدا هنا صبيحة اليوم الأحد، وشوارع شبه خالية بعروس وجوهرة الأطلس المتوسط، عاصمة جهة بني ملال الخنيفرة، مدينة بني ملال. كيف هي الأجواء عندكم متابعينا مشاهدينا الكرام؟ كذلك هي نفس الأجواء الباردة التي تسود في مختلف وعموم مناطق ومدن الجهة الرئيسية. ما هو الحال والشأن بمدن قصبة تادلة، أبي الجعد، وادزم، خريبقة، خنيفرة، أزيلال، لفقيه بن صالح؟ عودة الطقس البارد مع تزامنا مع دخول الليالي بطبيعة الحال بعد تسجيل الاعتدال في درجات الحرارة في فترة من الفترات السابقة. عودة الطقس البارد جدا متابعينا مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي هنا بالمناطق الداخلية للمملكة المغربية. أجواء صباحية مثيرة بأبرز شوارع جوهرة وعروس الأطلس المتوسط، أجواء مباشرة أقول لكم بالصوت والصورة من شارع جوج مارس الرئيسي في تقاطعه بشارع محمد الخامس الرئيسي. المشاهدين ومتابعي قناة الشعب قناة شوف تيفي، كيف هي الأجواء عندكم؟ في انتظار تعليقاتكم وتفاعلكم معي في هذا البث المباشر عبر خاصية التعليق بطبيعة الحال. كيف هي الأجواء عندكم هنا؟ برد قارس جدا جدا صبيحة اليوم، سميق لي وزفزوفي هنا، يعني موجة صقيع مجددا تسيطر على المدينة، على المنطقة، على الجهة.
عفوا المشاهدين المتابعين الكرام، كما سبق وقلت لكم من قبل، انا من غير لبسوا مزيان، يعني نصيحتي لكم دائما ودوما هي غير لبسوا مزيان في الاجواء البارده، لانه يعني نزلات البرد لا غريب ديال ديسمبر، شهر ديسمبر الاواخر ديالو كتكون قاسحه وقاسحه بزاف، وانا واحد من الضحايا ديال هاد لا غريب يعني. متابعينا مشاهدينا الكرام، لكن برودة الطقس عفوا تقريبا في اسبوع نزلت برد حادة جدا، يعني منذ اسبوع ومازال ما تجاوزش الامر. لهذا نصيحتي لكم دائما ودوما هي غير لبسوا مزيان، يعني الحوايج مزيان بالزيد، لانه برودة الطقس قاسية وشديدة هنا. إذا متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، كما قلت بأنه طقس بارد جدا، برودة شديدة في الطقس تسجل صبيحة اليوم الأحد هنا في مناطق بني ملال وضواحيها ونواحيها، كذلك بعموم جهة بني ملال الخنيفرة والمناطق ديالها. 5 درجات مئوية اللي كتسجل بعد من المرتقب والمتوقع أن درجات الحرارة تنخفض بالمساء والليل وتوصل إلى 5 درجات مئوية، كذلك يعني نفس الطقس اللي كنعيشه بعد 9 صباحا، يعني هذا الطقس هذا الجو سيعاد ويكرر بالمساء والليل. برودة شديدة في الطقس متابعينا مشاهدي قناة الشعب قناة شوب تي في، نسبة الرطوبة كتوصل إلى 44% بعد 9 صباحا، وسرعة الرياح تتجاوز 13 كيلومتر في الساعة. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لبث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق، دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير.